حرية المعتقلين وأسرانا وشفاء لجرحانا. نحن كنا هم ماشيين إلا الطيارة السيخوي. هذا الجامع فيه شيء مقر للجيش الحر ولا إيش؟ طيارة سيخوي ابن الحلال. كمان الجيش الحر عنده طيارات كلها مدنية كلها عزل الناس. بس نحن بس أنا بوجه رسالة لحزب الشيطان ولا جيش النظامي. اذا كنتم جيوش الاسد فنحن جيوش الواحد الاحد. ثورتنا مثل الصلاه باذن واحد باذن واحد الاحد. تبدا بالتكبير وتنتهي بالشهاده. تكبير الله اكبر.